وينضم إلينا مباشرة من بغداد القيادي في تحالف سائرون علي مهدي. مرحبا بك سيد مهدي. نبدأ من تنازل سائرون عن حقه للمتظاهرين في ترشيح وتسمية رئيس وزراء جديد، ما هي المواصفات التي يريدها اليوم سائرون في شخصية هذا المنصب؟ في البداية شكرا جزيلا لاستضافتك وتحياتي لك وكل متابعي قناتكم. أهلا بك. بالنسبة لي أنا عضو قيادي بالحزب الشيوعي العراقي اللي كان سابقا في سائرون. نعم. والآن يعني بعد انسحاب يعني ممثلي الحزب الشيوعي العراقي من مجلس النواب، فأعتقد يمكن عندي فد استشعارات لموقف سائرون. نعم. سائرون حسب تصريحات اللي أكدوها هم اليوم تعرفين كل زين، التقوا بالسيد رئيس الجمهورية وأبدوا استعدادهم أن يكونون هم مساهمين ومهيئين الأجواء لاختيار شخصية مقبولة من قبل الشعب العراقي، وهم أبدوا تنازلهم عن استحقاقهم الانتخابي ككتلة كأكبر كتلة دخلت الانتخابات بدون تحالفات، مثل ما تفسير المحكمة الاتحادية هي التحالفات الأكبر عددا أثناء الجلسة الأولى لمجلس النواب حسب تفسير المحكمة الاتحادية. فمن هالباب هم أبدوا تنازلهم في هذا الجانب، وأكدوا بأنه يجب أن يكون شخصية سياسية مستقلة غير مرتبطة بالسياسات السابقة والفساد اللي عم بالبلد، وعندهم وجهة نظر بخصوص بأنه يكون هناك استفتاء من خلال ساحات الاحتجاج. نعم. وأعتقد يمكن الاستفتاء ما بمعنى فتح أبواب نقاشات وفتح أبواب حوارات، أن يساهمون حالهم حال الموجودين في قبة البرلمان، هو هذا تفسيره الحقيقي لهذا الجانب، لأنه تعرفين كل زين هو اللي سقط الحكومة، ليس البرلمان سقطها، البرلمان ما سحب الثقة من عندها، رئيس الجمهورية ما طلب استقالة رئيس الوزراء، فاللي سقط الحكومة هو المنتفضين. نعم. فلهذا يعتقدون واعتقد عامة الشعب عامة المنتفضين أن يكون اختيار رئيس الوزراء من خلال التنسيق مع تنسيقيات المنتفضين. هل هذا هو الوجه الذي تحدثت به سيد مهدي؟ هل هذا هو الوجه الذي تحدثت به القوى السياسية اليوم عن إرضاء الشارع العراقي أو ضرورة إرضاء الشارع العراقي اليوم من خلال اختيار رئيس الوزراء العراقي الجديد؟ كيف من الممكن اليوم ترجمة ذلك على أرض الواقع من خلال ما تحدثت به قبل قليل؟ أعتقد هو السياق الدستوري رئيس الجمهورية هو ياخذ مهمة رئيس الوزراء. نعم. وخلال عدة 15 يوم يحاول يفتح باب حوار، هل 15 يوم يختار واحد من اللي يشوفه مناسب، وانا اعتقد الاتجاه العام ما يريدون سياسي يشتغل بالوزارات السابقة، ما يريدون سياسي يشتغل في مجالس النواب السابقة، ما يريدون سياسي يشتغل بالهيئات المستقلة. اعتقد هي اذن القضية واضحة، يحتاج لنا شخصية، وانا اعتقد العراقيين ليس يعني يملؤون الفضاء بالكوادر العلمية والإدارية والتقنية وكل الامكانيات المتوفرة منهم. انا اعتقد عندنا شخصيات جيدة إذا ما كان هناك ضغوطات عليهم. بصراحة أنا أعتقد ممكن تحصلين رئيس وزراء، بس نعم. المشكلة إذا يبقى هذا مجلس النواب ويتحكمون بالوزارات ويتحكمون بالقرارات ويتحكمون بالقضية فتح ملفات الفساد ويتحكمون بقضية فتح التحقيق أمام الناس اللي تأذت خلال الانتفاضة، أنا أعتقد راح يصير يعني إمكانيته كلش محدودة بتحقيق البرنامج اللي راح يحققه. فالمطلوب نعطي حرية كاملة للسيد السيد الرئيس الوزراء المكلف لهذه المهمة باختيار كابينته الوزارية، ويكون عنده سلطات صلاحيات واسعة حتى ينفذ البرنامج. نعم، لكن سيد مهدي من أي منطلق سوف يعطى رئيس الوزراء المقبل الجديد كل هذه الحرية وكل هذه الصلاحيات لاختيار كابينته الوزارية وللشروع بتنفيذ برنامجه الحكومي والذهاب باتجاه الإصلاحات؟ بمعنى ما الذي سيتغير اليوم في المجتمع السياسي العراقي، في هذه الطبقة السياسية التي كانت جزء كبير من المشكلة في حكومة عادل عبد المهدي؟ العفو، يعني اللي وقع عادل عبد المهدي مثل ما قلت لك ليس هم الموجودين في مجلس النواب، اللي وقع الشارع
وانا اعتقد نعم الشارع انتفض بسبب رابط سيد مهدي رابط الشارع العراقي انتفض بسبب عدم وجود اصلاحات انتفض من أجل مطالب كانت الكتل السياسية هي التي تحول دون تنفيذ كل هذا بالنسبة للشارع العراقي وأحرجت حكومة عادل عبد المهدي مما وصل بنا الحال إلى ما وصلنا إليه اليوم. العفو المطلوب المطلوب رقم واحد يتفقون على برنامج قانون قانون انتخابي نعم. اثنين يتفقون على المفوضية وفق وفق الأمم المتحدة وما يريد المنتفضين وأيضا القوى السياسية الموجودة هذا رقم واحد. رقم اثنين يتعهد مجلس النواب للمنتفضين بأنه ويقبل الكابينة الوزارية راح يقدمها رئيس الوزراء بدون أي ضغوطات. رقم ثلاثة نعطيه مهلة 6 أشهر هذا الرئيس الوزراء القادم أي سحب للثقة ما مقبول أي سحب لثقة للوزير ما مقبول نعطيه صلاحيات واسعة وبعد ما يقررون قانون انتخابي مفوضية منح الثقة لمجلس الوزراء الجديد أنا أعتقد يكون أعتقد فرصة مناسبة لمجلس النواب يحل نفسه. نعم إذا كل ما ذكرت سيد مهدي حتى يهيئ الانتخابات. نعم كل ما ذكرت هو مرتبط بأداء الكتل السياسية تجاه الحكومة وبتحديد مصير الحكومة العراقية أو رئيس الوزراء العراقي الجديد. هو السلطة الحقيقية السلطة الآن الدستورية بيد مجلس النواب بعد ما تم الاستقالة. أنا أعتقد إذا يبقى الشارع هذا موجود وشكل تنسيقيات في كل المحافظات ويشكلون هاي التنسيقيات لجنة قيادية لهم تتفاوض مع المعنيين في مجلس النواب أنا أعتقد هناك في إمكانية المنتفضين يفرضون أجندتهم على مجلس النواب. صحيح السلطة الحقيقية لمجلس النواب لكن ضغط الشارع رح ضغط الشارع مثل ما فرض استقالة السيد عادل عبد المهدي راح أيضا يفرض منح الثقة لرئيس الوزراء القادم المستقل ويطبق الأجندة اللي راح اللي المعروفة عندنا جميعا أن يحاول يفتح ملفات الفساد الحزم الأصلة الاقتصادية اللي قرها مجلس الوزراء السابق ينفذها سهل الإعمار قضية الموازنة السنوية يحاول يعيد النظر بيها ويقرها مجلس النواب هذه الأمور الاعتيادية يعني حكومة مؤقتة لمدة 6 أشهر تهيئ لانتخابات قادمة. نعم سيد مهدي فيما يتعلق بضغط الشارع العراقي الذي ذكرته أو تحدثت عنه هل سيبقى هذا الضغط مستمر وتبقى ساحات الاعتصام تعج بالمتظاهرين خاصة وأن البعض يتحدث من أن استقالة عادل عبد المهدي ليست هي مطلب المتظاهرين وإنما المطالب عديدة تتعلق بتصحيح مسار العملية السياسية وما يعني يكتنفها أم أن اليوم بهذه الاستقالة سيبدأ الشارع العراقي بالهدوء؟ اليوم يعني لقطة جميلة من بلاسخارت أكدت بأنه القوى الأخرى هي يعني تحاول تجري الوقت تعول على الوقت أنا أعتقد القوى المنتفضة إذا تحاول ترتب نفسها وتنظم نفسها وتبقى موجودة بالساحات وتضغط وتبلور موقف سياسي واضح أنا أعتقد هو أول أو أحد عوامل الضغط على الحكومة القادمة وعلى بالأخص على مجلس النواب على مجلس النواب الموجود وبهذا أنا أعتقد يمكن قضية التحصيح المسار أنا اللي أشوفه وراء انتخابات القادمة وراء انتخابات مجلس النواب القادم أنا أعتقد راح تكون نتائج الانتخابات راح تفرز شخصيات أخرى هذه مهمتها الأساسية تعيد النظر بطبيعة النظام السياسي تحاول تعدل الدستور أو تغير الدستور أو تبدل الدستور أنا أعتقد تكون فرصة مواتية لتصحيح مسار النظام السياسي لأنه هذا النظام السياسي تقريبا نخرت الكثير من مساوئ التصرفات للأحزاب السياسية اللي هيمنت خلال الفترة السابقة وحتى الإيجابيات الموجودة بالدستور بالقوانين تم سخها من خلال التطبيقات اللي مارستها هاي القوى المهيمنة. نعم سيد مهدي إحاطة المبعوثة الأممية التي ذكرتها في مجلس الأمن حول العراق تحدثت من أن هذه التظاهرات التي يقودها الشباب العراقي بعيدة عن الأحزاب السياسية وأيضا عن التدخلات الخارجية هل هذا ينهي النقاش فيما يتعلق بأن ما يجري اليوم في ساحات الاعتصام أو هذه التظاهرات هي تعبر عن مؤامرة تحدق بالعراق ويعني استمرارية هذه التظاهرات؟
أنا أعتقد يعني اليوم التقرير كان تقرير جيد وعكس واقع موضوعي ما يعيش الشعب العراقي. نعم. ونقلت صورة حقيقية لما دار في بغداد وفي الوسط والجنوب لحركة جماهيرية واسعة اتسمت بالتنظيم، اتسمت بالسلمية، اتسمت بالشعارات. فبالتأكيد هكذا حركة غير طبيعية، لأول مرة تاريخ العراق الحديث هكذا يكون بها حركة من خلال إدامتها، من خلال سعتها، من خلال شعاراتها، من خلال موقفها. فبالتأكيد كل القوى السياسية، كل القوى الإقليمية والدولية تحاول توظف ما يصير بالعراق لصالحها بشكل أو بآخر. بس الأساس الحقيقي هو هو تعبير عن رفض الشارع العراقي لمآلات القوى المهيمنة في الساحة السياسية. هو نعم. هذا الأساس. بالتأكيد أكو دولة تستفاد من عنده، بالتأكيد أكو دولة توظف الحركات، بالتأكيد الإعلام دا يلعب دور، بس هو الأساس هو الشارع طابع التناقضات الداخلية بالمجتمع العراقي وإفرازات الانتخابات الأخيرة وسوء تصرف الحكومة السابقة والعنف المفرط اللي استخدم به عادل عبد المهدي تجاه المنتفضين. أنا أعتقد هو هذا فجر طاقات الشعب العراقي. نعم. أنا هو هذا الأساس. بس يمكن العامل الخارجي يمكن أقدر أقول 5% 7% 8%، بس النسبة الغالبة هو تعبير عن تناقضات داخلية بالمجتمع العراقي. العراقيين لم يعد يطيقوا هكذا سياسات وهكذا تصرفات وهكذا قوانين تقر في منتصفات الليالي وفي صالونات خاصة. أنا أعتقد هو هذا اللي كان موقف الشعب العراقي من نعم. هذه الأوضاع اللي المزرية اللي عاشها، وليس هو العامل الخارجي إلى دور حاسم، بالرغم من أكو هناك بعض التأثيرات للعامل الخارجي. نعم سيد مهدي، ما تحدثت فيه بلاسخارت ودعوتها للمجتمع الدولي لبدأ العمل اليوم في العراق بعد كل هذه الأحداث التي جرت، هل هذا يعني بتدويل قضية العراق، وهل هذا اليوم في صالح التظاهرات وفي صالح العراق تحديدا؟ أنا أعتقد هي دعوتها يعني يمكن انطرحت قبل فترة بقضية عودة العراق إلى الفصل السابع إذا استمر هكذا عنف. واعتقد اليوم الاتحاد الاوروبي اذا لاحظتي اليوم ايضا اكد بانه هو يطالب بقضيه محاسبه ومعاقبه وفضح اللي ساهموا باستخدام العنف المفرط وغلق الفضائيات والأوضاع الغير طبيعية اللي عاشها المجتمع العراقي. وحتى دول الجوار قسم من عندهم أيضا طالبوا بنفس، حتى يوم الموقف الكويت طالب تشكيل لجان تحقيقية في هذا المجال. أعتقد قضية حقوق الإنسان وقضية الشعوب وموقفها لم تعد الآن في القرن 21 حكرا على الشعب المعني. نعم. أو حكرا على الطبقة الحاكمة بالبلد. هذه القضية سيد مهدي قضية عالمية. نعم. قضية دولية. هذه القضية أشارت لها بلاسخارت خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن، تحدثت من أن تقرير السيد عادل عبد المهدي لم يشر إلى مقتل المتظاهرين والقوات الأمنية. ما هذا يعني الرغبة اليوم بالكشف عن الطرف الثالث الذي تدخل في هذه الحركة أو بهذا الاتجاه ومحاسبته دوليا؟ بالتأكيد هم بالبداية يعني أنا عندي قناعة يمكن اليوم موقف ترامب ومبارح موقف وكيل وزير الخارجية الأمريكي واليوم موقفه واضح اليوم، وبدأ تصاعد هذا الموقف واضح بهذا الاتجاه، لأنه واصلين قناعة العراقيين غير قادرين أن يحاسبون هكذا. أنت بذاك الوضع وعاد عبد المهدي كان موجود وشكوا له لجنة التحقيق وما توصلوا إلى أي نتيجة، ما توصلوا من القناصين اللي ضربوا الناس، ما توصلوا إلى منو اللي اعتدى على الفضائيات، منو اللي قتل، من أعطى الأوامر بقتل الناس. أعتقد هذه كلها طبيعة الأسلحة اللي استخدمت هاي كلها ما كشفت، راحوا ناس بعض الناس كبش فداء لهذا التقرير، وكل الأحزاب السياسية شبه عام اتفقوا بأنه هذا التقرير غير موضوعي، وإلى الآن لم نصل إلى نتيجة كاملة بهذه القضية. يعني المجتمع الدولي واصل قناعة السلطات العراقية غير قادرة وغير
يعني غير جدية بكشف من هم المسببين لهذا القتل، هذا القتل والاختطاف والتهديد وغلق الفضائيات. أنا أعتقد هذا يحتاج لوقفة. العراق لم يعد، العراق لم يعد كالسابق. العراق الآن أصبح مرأة أمام العالم كله. صحيح هاي الانتفاضة يمكن وسائل الإعلام العالمية ما أعطت ذاك الزخم الكبير، لكن أنا أعتقد اليوم تقرير بلاسخارت كان واضح وراح يمكن يسلط أضواء في هذا الجانب. يعني أنا أشوفها فرصة مواتية للحكومة الجديدة، إذا لم يكن هناك محاسبة جدية لمن ضرب المنتفضين، أنا أعتقد المجتمع الدولي وتلميحات بلاستكر كانت واضحة، وموقف الاتحاد الأوروبي اليوم واضح من هذه القضية. وعلى أنا أعتقد أول مهمات الحكومة القادمة هي كشف كل المجرمين وكل اللي أمر بضرب المنتفضين والخطف وكل الممارسات المنافية لحقوق الإنسان ولحرية التعبير، كلهم يجب كشفهم وفتح التحقيق معهم ويأخذون جزائهم العادل في هذا الجانب. نعم، كنت معنا مباشرة من بغداد القيادي في تحالف سائرون علي مهدي، شكرا جزيلا لك.